يمكن أن نصلي ركعتين هذه قضاء الحاجة، ونسأل الله تعالى بركعتين أن يكرمنا بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، بزيارة الخلفاء الراشدين، بزيارة سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، بزيارة إمام الأعظم أبو حنيفة، أو كثير منا يعني يريدون زيارة الشيخ محمد إلياس العطار القادري. ممكن يعني نعم، بارك الله فيك سيدي. الحديث الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا في نفسه بعد أن يصلي ويدعو الدعاء قال: ثم سمي حاجتك، ثم سمي حاجتك. ما حاجتك؟ حاجتك دينية، حاجتك دنيوية، حاجتك روحانية، أيا كانت حاجتك سميها، هذا ما شاء مطلقا، الله ما شاء أيا الله. كانت حاجتك ما دامت في طاعة الله. طبعا نعم بما طبعا أن طبعا في طبعا طاعة الله وأن في مرضاة الله فلا شك في ذلك.